جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد محمد علي الظهوري. أهلا وسهلا فيك سيد محمد. حيا الله اختي. شرفتنا برنامجنا الأسبوعي رواد النجاح. سيد محمد نعرف سيد المشاهدين طبعا كيف مين بيكون سيد محمد علي الظهوري؟ كيف بداية حياتك المهنية؟ في البداية حبيت أشكر قناة سم العين على الاستضافة الطيبة وإتاحة الفرصة لي أن أشرح عن مشروعي. وياكم أخوكم محمد الظهوري مؤسس شركة Local Roots أو الجذور المحلية. الهدف الأساسي من تأسيس هذه الشركة أنها تشجيع الناس على الزراعة العضوية المنزلية، بحيث أن نحن ننشر ثقافة الزراعة العضوية المنزلية ونوفر لهم جميع المستلزمات اللي يبغونها للبدء في هذا المشوار. طيب خلينا نتكلم سيد محمد على بداية سيد محمد في حياته المهنية. اجتك مثلا الفكرة انك تفتح هذا البزنس مثلا؟ ايوه، فلو نيجي نتكلم يعني عن بداية المشروع، قبل ما ابدا المشروع انا كنت دوم اتساءل يعني كيف اقدر ابدي في مشروع يكون جزء من يعني الحلول للمشاكل اللي احنا نواجهها بشكل يومي على المستوى المحلي او المستوى العالمي. في ثلاثة مشاكل أو محاور أنا دوم يعني مركز عليها ودوم إني أفكر إن كيف أقدر أطلع حلول لهذه المشاكل. المشكلة الأولى هي مشكلة الأمن الغذائي، المشكلة الثانية مشكلة التلوث البيئي، المشكلة الثالثة التغذية أو الصحة. فقمت أبحث وقمت أدور يعني كيف أقدر أبدي في مشروع يوفر لي حلول ولو جزء بسيط إن أقدر يعني أتغلب على هالمشاكل. فاتضح سبحان الله يعني بعد ما بحثت وبحثت كثير اتضح ان الزراعه العضويه المنزليه تقدر توفر لي حلول لمشكله الامن الغذائي والتلوث البيئي والتغذيه ايضا. على سبيل المثال مشكله الامن الغذائي، مثل ما تعرفون يعني نحن معظم الخضروات والفواكه المتوفره عندنا في السوق مستورده، يعني تجينا من كل انحاء الدنيا، من امريكا، من استراليا، من اوروبا. فسبحان الله هذا يعني يشكل تحدي كبير ان نحن كيف نقدر يعني نزرع ونوصل للامن الغذائي، وهذه يعني هي بتكون خطر علينا، وهذه نقطه جدا مهمه يمكن وايدين يعني غافلين عنها. فنحن يوم بدينا هالمشروع يعني خلاص يعني فكرنا ان نبدي شيء يساهم انه يقدم حل او يوجد حل ولو هو بسيط لمشكله الامن الغذائي، بحيث ان كل بيت عندنا في الامارات يعني ينتج غذائه بنفسه هي، وحتى لو كان جزء بسيط. يعني نحن ما شاء الله عندنا الموسم الزراعي من شهر 9 لين شهر 4، فنقدر يعني لو استغلينا هذا الموسم وزرعنا ولو شيء بسيط نقدر يعني نكون من ضمن الحلول مشكلة الأمن الغذائي. هذا واحد، هذا جانب. الجانب الثاني طبعا مشكلة التلوث البيئي، مثل ما تعرفون المنتجات اللي تجينا من برا يعني فيها صحيح فيها مواد كيميائيه يعني تاثر على البيئه وتاثر على المنتجات والمحاصيل اللي بروحها، تاثر على الصحه في نفس الوقت. عليه شنو بالضبط؟ ف يعني التلوث البيئي، اي منتج يوصل من برا فيه بصمه كربونيه يعني من المزرعه لين ما يوصل السوبر ماركت. فلو تتخيلون انتم الوقود اللي يعني يستخدم في نقل هذا المنتج من المزرعه لين السوبر ماركت او السوق يعني عالي جدا، فالبصمه الكربونيه لهذا المنتج عالي جدا. فلو نقارن يعني هالشيء بالزراعه المنزليه العضويه يعني خلاص يا دوب انه يكون عندنا البصمه الكربونيه صفر، يعني تكاد انها تكون معدومه، يعني خلاص المنتج او الثمار تطلع من الحديقه وتروح للمائده. فهذه الفكره يعني الجوهريه اللي احنا نقدر نقول انها احنا نشجع عليها هي. وهذا الجانب الثاني يعني جانب التلوث البيئي، ان كيف نحن نقدر نساهم ان نقلل من التلوث البيئي. طبعا كل ما زدنا الرقعه الزراعيه كل ما يعني ساهمنا في يعني انتاج الاكسجين وغاز ثاني اكسيد الكربون بعد خلاص يعني يعمل يعني يستوي له ريسايكل، فهذا يساعد ان يعني يساعد ان نحن كمزارعين نحمي البيئه ونحافظ عليها بعد.
شركة لوكال روتس أو الجذور المحلية تقدم عدة خدمات، يعني على سبيل المثال نحن نقدم استشارات زراعية عضوية. يعني الاستشارات مثلا بالنسبة للاستشارات مشي معك خطوة بخطوة، بالنسبة للاستشارات بتقدمها أونلاين ولا كيف؟ حاليا نحن نقدمها أونلاين لأن تعرفون يعني الوضع ما يساعدنا نحن نروح يعني مكان الفلاني نقدم هالشيء، فالحين خلاص حولنا أونلاين. يعني إذا حد يبغي يأخذ الباكج هذا، نحن عندنا عدة باكجات، عندنا باكج استشارات زراعية يعني بالتفصيل هذا واحد، وفي عندنا باكج ثاني هو إكسبرس جاردن كونسلتيشن اللي هو يعني استشارات زراعية يعني بشكل مختصر أو 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 سريع. فنحن نقدم هالشغلتين، لكن حولنا أونلاين بسبب الوباء وبسبب الوضع الأخيرة يعني اللي نحن ياسين مر فيها. لكن قبل يعني نحن نقدم الاستشارات يعني نروح يعني بيت الزباين ونقدم لهم يعني الحوض الزراعي مع خلطة التربة مع البذور العضوية بعد، ونشرح لهم كيف يبدون. يعني سبحان الله في وايدين ما يعرفون كيف يبدون عن بالزراعة، ونحن نشرح لهم خطوة خطوة انهم كيف يبدون يعني من البذرة لين ما يحصدون الثمار، يعني الثمار عندهم في البيت. وطبعا نحن نوفرهم بعد مرجع دليل ارشادي للزراعه العضويه المنزليه ويكون عندهم هذه فيها الخطوات كلها، يعني عن السقي وعن اذا كانت في حشرات او افات في الزراعه او في المحصول كيف انا اقدر اتغلب على هالشيء وكيف اقدر اني اسيطر على الوضع بحيث ان اعالج هالمشكله يعني اللي بتصيبني خلال الموسم الزراعي. بالنسبه للمنتجات اللي تقدمها، هل تقدم السماد العضوي ولا؟ ايوه نحن يعني عندنا فلسفه في الشركه كل الاشياء اللي نقدمها عضويه، يعني هذا يعني شيء يعني اساسي جوهري عندنا في الشركه. المنتجات اللي نحن نقدمها عضويه ومجربه، طبعا نحن مجربينها وبعد ما انها خلاص يعني اثبتت كفاءتها وجدارتها بعد ننزلها عنا في المحل او في الموقع. فالمنتجات جميع المنتجات اللي نحن نوفرها عضويه 100% من اسمده عضوية ومحسنات تربة عضوية، وحتى البذور، ترى البذور هاي شغلة مهمة جدا. البذور نحن نقدمها من أجود أنواع البذور العضوية في العالم. يعني الفترة الأخيرة يعني الحمد لله يعني تعاقدنا مع شركة في أمريكا اسمها بيكر كريك إيرلوم سيدز، هذه شركة عريقة جدا في مجال البذور العضوية. فالحمد لله يعني ان اصبحنا نحن الموزعين الحصريين لهذه البذور العضوية، يعني الحمد لله يعني هذا اعتبره إنجاز في وقت قياسي يعني. سيد محمد خلينا نتكلم شوي على خططك المستقبلية. والله يعني الخطط المستقبلية إن شاء الله إحنا ناويين نتوسع في مجال يعني الزراعة العضوية، كيف نقدر نوفر يعني منتجات عصرية ومبتكرة وبحيث أنها تساعد الناس في مشوارهم الزراعي. يعني هذا يعني نحن دوم يعني مستمرين في تطوير المنتجات وتحسين خدمة العملاء بعد، لأن زبائننا ترى يهمونا، وأهم شيء عندنا إن نرضيهم ونعطيهم منتج عالي الجودة. يعني هذا نحن نسعى له يعني هالاستمرارية، وإن شاء الله يعني والحلم إنه تكون عندنا مزرعة عضوية صغيرة إن شاء الله. هذا يعني بس هذا يعني خطة أقدر أقول إنها 3 سنين قدام وخمس سنين قدام تكون عندنا مزرعة عضوية ننتج غذاءنا بروحنا، وطبعا تكون يعني مفتوح للجميع بحيث إنهم يجون يشاركون يعني الخبرات او يشاركون هالشيء يعني. طبعا تفيد الامراض. صحيح. صحيح صحيح. الحمد لله مثل ما تعرفون يعني دولة الإمارات غنية عن التعريف، يعني الحمد لله جزاهم الله خير شيوخنا الكرام طول بعمارهم انهم يعني مهتمين بهالشيء ومهتمين بالمواطنين وبالمقيمين ايضا، يعني كل التحية والشكر والتقدير لهم. والحمد لله يعني البلاد فيها الامن والامان، يعني ما استوينا لين الحين الحمد لله، يعني هاي نعمة فضل الله ثم بفضل شيوخنا الكرام. طبعا الله يحفظ كل
شكرا لك، اكيد بيرجع القياده. جزاكم الله خير. سيد محمد، في الختام في قبل ما نسال، شكرا انسان عزيز عليك وانسان كان داعم لك. والله اشخاص كثيرين منهم زوجتي الله يعطيها الصحة والعافية يعني، والوالدة بعد كذلك، وخواتي بعد كذلك، كلهم يعني الحمد لله يعني هي لهم فضل كبير يعني علي أنا صراحة، أنهم يشجعوني دائما على هالمشوار، ندوم أتناقش وياهم يعني، خاصة بديت بالفكرة هذه، كانت فكرة بسيطة يعني بين السوالف وهذه، سبحان الله حولنا هالفكرة لواقع، هي لواقع، والحمد لله الدعم موجود يعني، وحتى عيالي بعد الحمد لله وياي بهالشيء يعني، الحمد لله اشوفهم دوم وياي في الحديقه يساعدوني، واحس انهم مهتمين بهالشيء يعني، فالحمد لله يعني الفضل لكذا شخص يعني في حياتي. ان شاء الله توصل رسالتك. شكرا على برنامج سيد محمد، عبر برنامج رويت النجاح، اتمنى لك ان شاء الله التوفيق. جزاكم الله خير، ان شاء الله تتوسع في مشروعك. امين امين. في الختام اذا عندك مواقع التواصل الاجتماعي بس مشان نوصل. هي نعم، نحن عندنا في الانستغرام، عندنا في الفيسبوك @localrootsuae، هذا في الانستغرام، في الفيسبوك موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن دوم يعني المنتجات موجوده هناك، واذا حد هي دوم يعني في ابديتس يعني يوميه. في ارقام تواصل؟ هي موجود في الانستغرام بعد ارقام التواصل، وحتى الموقع الالكتروني موجود بعد localrootsuae.com، اللي فيه طبعا المنتجات يعني كلها اللي نحن عارضينها، وحتى الاستشارات الزراعيه بعد موجوده هناك كلها بالتفصيل. إذا حد حاب يعني يستفسر أكثر بيحصل على الموقع الإلكتروني. إن شاء الله، إن شاء الله سيد محمد شكرا لك. شكرا على شكرا، يعطيكم العافية. ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق مرة ثانية على مدرسة إن شاء الله، وتتوسع المشروع. إن شاء الله، آمين، الله يسلمكم. شكرا، يعطيكم العافية. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، واللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.